بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف لسيد البشرية وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً ما نبدأ افتتاح اللقاء أو جلسة حلف اليمين، طبعاً أنا النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، طبعاً هو مش عايز تقديم طبعاً لأنه هو أنتوا عارفين علم من أعلام القانون وعلم من أعلام المحاماة وصاحب رسالة وصاحب علم ليس في القانون فقط لغير ولكن في كل فروع المعرفة في الحياة، له مجلدات طبعاً ومراجع في القانون كلنا عارفينها وإحنا عارفينها كويس قوي، وله مجلدات وكتب في الدين وفي الفقه وفي التفسير وفي كل أمور المعرفة في الحياة، لأن هو ده فعلاً اللي نقدر نقول عليه المحامي الصح، لأن المحاماة مش القانون بس، لأ المحاماة القانون والقانون في الكتب ونصوص القانون، ولكن المحاماة تتعلق بواقع المجتمع وواقع الوقائع المعروضة في المجتمع حسب نوع القضية. فإذا النهاردة هنا المعرفة والعلم من أصول المعرفة ده مهم جدا، لأن احنا بنتعامل فيه كل يوم، ده بنيجي بنترافع في المحكمة مش بنقول نص المادة بيقول كذا بيقول كذا، لا انت ده بالعكس، ده المحامي اللي هو الدفاع هو اللي بيحدد الوصف القانوني للواقعة المعروضة اللي المحكمة بتنظرها، لازم تبقوا عارفين كده. خد وصف النيابة وخد اللي بيروح المحكمة ده حاجة، لكن المحامي اللي هو بقى المحامي البارع بقى المحامي الفقيه المحامي المبدع المحامي المفكر زي نقيبنا كده، ده بيقدر يحدد الوصف القانوني للواقع ايه، بغض النظر عن الوصف اللي محالة بيه القضية للنيابة، لا وبيقدم أدلة إثبات على صحة التعديل وصحة الواقعة المعروضة اللي هي محل القيد والوصف، أدلة ثبوت على صحة تعديل الواقعة من وجهة نظره هو، والمحكمة بتاخد بالكامل، موضوع كبير قوي يعني. فطبعا النهاردة احنا اللي موجود معانا أولادنا كلهم وشبابنا وشباتنا المحامين والمحاميات اللي هم من أحسن قطاع أو أحسن مناطق في مصر وهي وجه إبلي، وطبعاً لما نقول إحنا الصعيد يبقى إحنا كنا النهاردة تقريباً هو في حاجة منعت أو أثرت على الحضور النهاردة، سيول اللي هي أثرت على السيول النهاردة، فإحنا طبعاً بنرحب بيكم وبنشكركم، والنهاردة أنتوا في المعهد في المكان ده جلسة حلف اليمين، وهو ده معهد المحاماة، وهو ده اللي احنا خرجنا منه 4 دورات في معهد المحاماة، والنهاردة مع النقيب هنسمع منه ايه كيف او كيفية اعداد المحامي اعدادا حتى يمكن ان يكمل مسيرة المحاماة. والمحامي كلمة هقولها، المحامي من أعظم الشخصيات في العالم، محامي أعظم الشخصيات مش بقول في مصر لا في العالم، لأن المحامي له صفة خاصة بيبقى مميز عن كل أفراد المجتمع بإيه؟ بعلمه بأخلاقه الأول وبعلمه وبأدبه وباحترامه وبتصرفاته
كل دي مطلوبة في المحامي. ليه؟ لأن ديت هي أساس نجاح المحامي. أساس نجاح المحامي الأخلاق. الأخلاق كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد قبل نزول الوحي عليه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. بدأت الحياة بالخلق العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إنك لعلى خلق عظيم. وبعد الأخلاق جه العلم لما سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وقال له اقرأ، جن نزل عليه بالرسالة وقال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ تاني مرة قال له أنا مقارئ ما أعرفش أقرأ، قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى الأخلاق الأول وبعدين العلم وبعدين بدأت الحياة. وإذا كنا إحنا ملتزمين وإن إحنا النسل من سيدنا محمد إلى لغاية النهاردة، فإحنا لازم نلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى، ونلتزم بسنة سيدنا محمد، ونلتزم بما قرب بالسنة النبوية، لأن السنة النبوية كتير قوي. فأنا مش هطول، عايزين نسمع النهاردة معنا النقيب هيحلفنا اليمين. خلي بالكم اليمين مش كلام مرسل بيتردد، لا، ده اليمين قسم، ده لما هتقروه وهتترددوه ورا معالي النقيب، ده هو مهنة المحاماة، هو مهنة المحاماة. كل كلمة فيه هي مهنة المحاماة، كل كلمة فيه لازم تلتزم بيها كويس قوي قوي، لأنه موضوعي، ده بيحدد حياتك المهنية وحياتك، كل حياتك بيحددها القسم ده. فإذا هنسمع النهاردة القسم هيتلى، بس النقيب هيفسره لنا يعني ايه هو القسم وايه معنى القسم. وخلي بالكم حلف اليمين شرط اساسي من شروط القيد في نقابة المحامين، واذا اللي ما بيحلفش القسم بيبقى القيد بتاعه باطل.